طيب عزيزي، نعود إلى أنواع النكروسيس ونلقي نظرة على سلايد 52. سلايد 52 يتطرق إلى النوع الشائع، هو هذا أكثر نوع من النكروسيس اللي يحصل وين بالمادة الحية بالليفينج ماتيريالز، أكثر شيء هذه. فلاحظ بين يحصل في جميع الأنسجة مع الشوية اللي هي قوية تكون صليبة والكتلة كبيرة مالتها، مع عدد الدماغ ما تحصل. يعني معناها شنو؟ لو أنا أقول لك أنه الكوغوليتيف نكروسيس مي أوكر إن مسكولر تشو، كدني، ليفر، برين، فأنت شو تقول؟ هاي الجملة صح لو غلط؟ تقول لي لا، هاي جملة غلط، أنت جبت البرين، برين ما يحصل بيه كوغوليتيف نكروسيس، بينما البقية إيه نعم يحصل بيه. على كل حال، هاي الصفحات 52 53 54 هذه بيها كثير من الباثولوجي، بيور باثولوجي. يعني ما أحب أروح بيها بالتفاصيل، لكنه أعطيتكم فكرة عنها، أعطيتكم صورة مع شرح بسيط عليها. يعني مثلا سلايد 53 بشوي راح يتعبكم إذا تجون تنظروا له، لأنه هذه مأخوذ بالمقطع بالكدني، ولاحظ بين السبب وين؟ وجدوا السبب. السبب هو انسداد الأوعية الدموية المغذية لهذه المنطقة اللي حاصل بها النكروسيس. ونحتاج شوية نكبرها للصورة، يعني بين لك أكو نسيج طبيعي موجود، أن شاير لبي بالحرب الكبيرة، أن أكون تكبروها شوية حتى تشوفون هذا. على كل حال تشوفون التغيرات بأنها موجودة فعلا مقارنة مع النورمال مع الأن. طيب أرجع أقول أنا هاي بيور باثولوجي، ما أريد أروح بيها بالتفاصيل، بس توعدوني أنكم تلقون نظر عليها على الأقل تتعرفون باسمها على الأقل. شوفوا، إحنا قلنا الدماغ ما يحصل به النوع هذا من الكوغوليتيف نكروسيس. فطبعا حتى ستقول لي منو وين أنا ألقي النوعية التي قد تصيب الدماغ؟ فأقول لك تصير في حالة الليكويفاكتيف نكروسيس، يصير تحلل، يتحلل النسيج. بعد نشوفه بالبرين بالدماغ، دماغ حاصلة جلطة في المنطقة المصابة بالجلطة وانقطع عنها ورود الدم، يحصل هذا ليكويفاكتيف نكروسيس. أرجع أقول هذا بيور باثولوجي، يعني فقط تتعرفون عليه إلى أن نوصل لوين. تقول لي نوصل إلى الكيزياس، أرجع أحكي لك أقول لك هذه إحنا كل ما نتكلم على الرئتين ونتكلم على داء السل، هذا نشوف الكيزياس نكروسيس موجود في الرئتين. طيب وين فات نكروسيس؟ تقول لي والله يا أنا هذه أتوقع وين؟ أتوقع بالبنكرياس. نعم البنكرياس نتوقع فات نكروسيس، ما بيه شيء. طيب نعبر نمشي بعد، وين عندي
فات نكروسيس وين يحصل؟ وين؟ أجابك أقول لك شوف هنا بالبنكرياس. أم راح أروح تفاصيل باثولوجي وأنا ما أتحاشاها، بس سامحوني شوية بس أحشى على البنكرياس وأنا إلي بيها قصد هنا، لأن هنا الكالسيوم يلعب دور ويسبب يعني حالة وكأنها لما تنظرين تقول هذا مثل الوقف مال الصابون، فهو يسمي هي أيضا تسمى سافونيفيكيشن. فعندنا شنو؟ عندنا دهن، الدهون صارت دهون وين؟ بالبنكرياس، وبعدين الدهون تحللت طيب مع وجود الكالسيوم، فأصبحت هاي الحالة تقول لك مثل ما احنا نحضر الصابون. كلكم تعرفون الصابون شنو هو؟ هو صابون دهن ونضيف له كالسيوم ويتحول إلى سوب، إلى صابون. على كل حال ما أحب أروح بيها أكثر من هذا الكلام، وأنتوا تعدوني أن تلقوا النظرة تتعرفون على المصطلحات، وما راح أسألكم بيها من الآن أقولكم، لأن أرجع أكرر بيور باثولوجي. على الغانغرين، غانغرينوس نكروسيس ضروري هاي تعرفوها. عندنا دراي غانغرين معناه هو تموت من النسيج صحيح، ولكنه جاف. ليش؟ لأن الإصابة البكتيريا يعني ما منتشرة أو متواجدة بأعداد كبيرة، فيبقى النسيج جاف دراي، بينما قد يكون ويت غانغرين رطب، يعني احنا نقول ينز مي، ينطي سوائل. هذا منين جاي؟ سببه هو تكاثر الأحياء المجهرية كميات كبيرة. شوف هذا سلايد 62، حلو 62 و63، هذا هو غانغرينوس نكروسيس فايبرينويد. نعم شنو تقول لي هذا ترسب فايبرين؟ وأنا أقول لك هذا أكثر شيء نشوفه بال الكدني، نشوفه فلاحظ بين والسبب وين؟ يعني السبب هو تضرر بالوعاء الدموي، الوعاء الدموي يتضرر فيترسب به الفايبرين. وتقول لي وين؟ أقول لك هذا قد يكون نشوفه بالكبد، نشوفه بالعضلات أحيانا. نعم خلونا نعبر هذا هاي البيور باثولوجي، نتطرق إلى موضوع. روحوا على 66، روحوا على سلايد 66. تقول أنا عندي ستريس، يعني عندي إنجري، عندي ظروف معاكسة، عندي ظروف غير طبيعية. طيب كيف أقاوم؟ كيف أتكيف؟ كيف أتعود عليه؟ متعودة أصير أدابتيشن. فأجابك أقول لك عندك فيزيولوجيك ادابتيشن. زين، وهنا قولي اعطيني مثال. ما اقول لك مثلا هرمونات زادت لو قلت، هذا داخل الجسم فيزيولوجي. طيب ماذا عن الباثولوجيك ادابتيشن؟ انتم عوديكم ما شاء الله، تقول انا ايديا ناسكة ناعمة، بينما لما تيجي على الفلاح لازم المسحة ويشتغل، تقول لي دي خشنة يعني وصاير عنده تقرحات وما إلى ذلك، وتموت بالخلايا السطحية بأعداد كبيرة. فأجابك أقول لك هذا باثولوجيك، هذا باثولوجيك. طيب أيضا ما أحب أروح هواية، نتكلم شوية على الهايبرتروفي.
هايبرتروفي كل زيادة. شوفوا مصطلحين، هايبرتروفي هايبرفليجيا. هايبرتروفي تقول لي هو زيادة بإيش؟ زيادة بحجم الخلايا. فطبعا الأورجن العضو أو النسيج صار كبير، لكن سببه وين؟ هل زاد العدد؟ لا، أقول لك ما زاد العدد. هنا سببه وين؟ زيادة بالحجم. ولكن أحيانا شو نلاحظ؟ نلاحظ عندنا مثلا تضخم بالنسيج، أي نسيج كان، تقول لي هل هو سبب هايبرتروفي أو هايبرفليجيا؟ أقول لك والله نسوي سلايد ونلاحظ، فنتفاجئ بأنه الحالتين موجودة، يعني موجودة هايبرتروفي هايبرفليجيا. هايبرتروفي أرجع أكرر، هايبرتروفي معناه زيادة بحجم الخلايا، بينما هايبرفليجيا بعدد الخلايا. فأنت تلاحظ أكو عندك، خلينا نقول لا سمح الله، ورم، تقول لي هذا شنو سببه؟ هل سببه تضخم الخلايا لو زيادة عدد الخلايا؟ سوي سلايد ونفحص، نتفاجئ بأنه سبب السنين، سبب زيادة بحجم الخلايا، وبنفس الوقت هنالك زيادة بعدد الخلايا. ما نقضي به وقت هواية، ماكو داعي. شوفوا هنا هم نرجع نقول هل هذا الهايبرتروفي زيادة بعدد الخلايا، هل هو فسلجي ولا مرضي؟ فأجابك أقول لك السنين جائز، بس هنا مثلا فسلجي هو حالة الرحم. لاحظوا شوفوا السلايد 69 وشوفوا الرحم، باعوا يعني هنا لما يكون حامل، وهنا لما بنكون بالحالة الطبيعية بدون حمل. طيب يا سيدي، نروح على السلايد 71. تقول لي ليش دكتورة تكاتبنا هنا كرونيك هايبرتروفي؟ وين؟ أقول لك لأنه المسبب باقي موجود، السبب ما زال موجود. فأنت شو تقول؟ أقول لك مثلا، هسه راح أعطيك مثل. روحوا لي على سلايد 71. شوف راح أقرأ لكم الجملة. If the stress that triggered the hypertrophy does not abate، يعني ما يختفي، the organ will most likely proceed to failure. طيب يعني شنو معناه؟ معناه إذا الستريس اللي تسبب بالهايبرتروفي إذا استمر لمدة طويلة، يعني مثلا تقول لي بالقلب صار هايبرتروفي، ماشي. أقول لك ليش؟ تقول لي لعبت رياضة صار هايبرتروفي. طيب والفائدة وين؟ أنه عضلة القلب بالأخص البطين الأيسر راح تكون عندها مقدرة على أن يضخ دم ويسد الحاجة إلى الدم، لأنه صار عندك كتلة كبيرة، كتلة عضلية كبيرة. بس عندنا حالة أخرى، أنه أنا عندي تضيق وين؟ بقطر الأوعية الدموية. فالسبب عندي إيش؟ ارتفاع بضغط الدم، يعني صار هايبرتنشن. يعني أقول لك أنت عادة مو عندك 120/80، مثلا أنت عندك 190/200/210، أكو حالات 210. وين؟ تقول لي والله هذا شلون؟ هل تقدر عضلة القلب هل تقدر تستمر، يعني تستمر بهالحالة هذه؟ فأقول لك لا، هذا ما يمكن. والنتيجة أنه إذا أنت ما تعالج هذا الارتفاع ضغط الدم، النتيجة ستؤدي إلى من؟ إلى عجز بالقلب، القلب سيعجز، heart failure، cardiac failure.
وهذا الفيلير إذا استمر بدون علاج وهملته معناها موت الأورجانيزم كله والإنسان كله راح يموت. طيب يا سيدي، بعد تقول لي ممكن يحصل أيضا هايبرتروفي وفي نفس الوقت شو يحصل بي؟ يصير بي سكيميا، قلة ورود الدم. اي طبعا هو والله تضخمت الخلايا، من تضخمت معناها أصبحت بحاجة إلى كميات كبيرة من حاجات كميات كبيرة من الدم، صحيح. ولكنه إيش حيحصل؟ تقول أنا أتوقع بأن راح تصير عندي نتيجة عدم تمكن الجهاز الوعائي من تزويد الدم بكميات كافية إلى ذلك النسيج، راح يصير عندنا حالة إسكيميا، معناها حالة قلة ورود الدم والأضرار. الله يستر، معناها لو استمرت الحالة قد يتموت، يموت النسيج ذاك، يموت، لأن كمية الدم الواردة إلى قليلة جدا، قليلة وما تكفي. إذن أقول أي خلايا ما راح يوصلها دم بكميات كافية ستموت. طيب نوقف هنا ونعود بعد شوي. نعود للمحاضرة ونذهب مباشرة إلى سلايد 72. 72 ينطينا صورة حلوة لهايبرتروفي بالقلب بالجانب الأيسر، سببه هايبرتنشن، سببه ارتفاع الضغط لمدة طويلة ما عالجه، فالنتيجة صار أنه اضطرت عضلة القلب تتضخم، معناها ستقوم بواجبات أكثر من الواجبات السابقة. إذن يجب أن تتقلص للتغلب على المقاومة الموجودة بالأوعية الدموية اللي هي قطرها صار أقل من الحالة الطبيعية وتسببت في ارتفاع ضغط الدم. طيب ما نقضي بيها وقت هواية، خلونا نروح إلى مصطلح هايبربليجيا. شوفوا هايبرتروفي الحجم، هايبربليجيا العدد. معظم الحالات شو نلاحظ بين الاثنين نشوفهم، يعني نشوف زيادة بحجم الخلايا وزيادة في عددها، مرات لا نشوف فقط زيادة بالعدد، مو يعني ما صاير تضخم بالخلايا. ونرجع نقول شنو المسبب، أيضا هو سببه قد يكون فيزيولوجيك فاستجي وقد يكون مرضي. طيب ما نروح زيادة بعد أكثر من هالحجي. فهنا يتكلم على فيزيولوجيك، متى نطلق كلمة فيزيولوجيك هايبربليجيا، يعني زيادة بالعدد وهو يكون فسلجي طبيعي. أجابك أقول لك إحنا على طول نكرر موضوع الحمل والتغير اللي يصير secretion of fluid بالإضافة إلى إيش تقول لي هنا، هو يقوم بواجب الحفاظ على الجنين وأمور كثير راح تصير بالرحم، فراح يصير عندي هايبرفليجيا. لكن بعدين إيش لاحظ بين بعد الوضع راح تعود الحالة طبيعية. فهنا إذا أنا عندي هايبرفليجيا وهايبرتروفي، نعم تصير هايبرفليجيا and هايبرتروفي. شوفوا عندنا حالة أخرى هو ال عند النساء، طبعا مو عند الرجال، عند النساء خلال الحمل
نلاحظ يصير ايش؟ يصير نمو الصدر، زيادة بأعداد وين أعداد الخلايا بالغدد اللبنية. يعني أنت ليه قدام شو تقول؟ تقول والله هي ضروري هذا، لأن هاي بعد كم شهر راح يطلع الجنين، والجنين شريد يريد غذاء. فإذا أنا سويت استخدمت الهرمونات اللي تطلع من الأوبري واللي تطلع من البلاسنتا من المشيمة لكي يحدث هايبربليجيا بخلايا الغدة اللبنية، وأخليها جاهزة المن لإعطاء الحليب بكميات كافية للطفل، وإلا خطيه راح يموت من الجوع. طيب عندنا حالة أخرى هي كومبنسيتوري تعويضية، يصير عندنا زيادة بعدد الخلايا، وسببه وين؟ سببه محاولة تعويض خسارة. شوفوا بالكبد أحيانا الكبد نحتاج مثلا لا سمح الله بورم سرطاني، الطبيب شو يسوي؟ يشيل هذا، يقص المقطع، هذا يقص مقطع الكبد اللي أصيبه بالسرطان لا سمح الله. أنت شو تلاحظ؟ أنه الكبد يبدأ يقوم يزود عدد خلايا ويعوض عن المقطع الذي قطع، يعني عن الجزء الذي قطع يعوض. عن طريق إيش؟ عن طريق الهايبرفليجيا يزود عدد الخلايا. طيب هنا أنت شو تقول؟ هل يتغير دي ان ايه سينثيسيس لو يبقى على حاله؟ تقولي لا طبعا راح يزود، يعني عندي تكوين خلايا جديدة، وخلايا جديدة هذه شنو بيها؟ بيها دي ان ايه سينثيسيس نشط. فإذا دي ان ايه سينثيسيس بصورة عامة راح يكون بمعدلات عالية، وهذا لازم تهيئ من تهيئ المواد الأولية وتتم بالغذاء وتضعها بصيغة أنه وجود الهايبر بليجيا بالنسيج محدد بالجسم. طيب احنا نقول اكو عندنا جروس انهيبيترز، وين؟ نعم موجودة بجسمنا، لأنه احنا عندنا اكو عندنا جروس، هاي شوية انا راح اطبيها بتفاصيل كان لازم اتفاداها، بس يلا بلشنا نحكي بيها. احنا عندنا يا سيدي اكو عندنا جروس بروموترز وجروس انهيبيترز موجودة بالجسم، يعني هذا يزيد وهذا يقلل، هاي موجودة. واذا تذكرون من حكينا بصف ثاني من حكينا على زيادة إفراز الإنسولين أو قلة الإفراز ماله، وقلنا إحنا عندنا حاجة أكو عندنا في نفس الوقت هرمون آخر اسمه جلوكاغون. الجلوكاغون شو يسوي؟ تقول لي هذا يشجع على تكوين جلوكوز، بينما الإنسولين شو يسوي؟ يشجع على قلة الجلوكوز. طيب انت ايش راح تسوي؟ تقول لي لازم اراقب، اذا هذا صعد اذا ارتفع يوصل حد معين ما ارغب بالارتفاع لان راح يكون مؤذي، اذا شو اسوي؟ احرك منه، احرك الطرف الاخر اخليه يثبطه، لاحظتوا؟ فاذا يعني عندنا سيطرة عن طريق الجروس انهيبيترز والجروس بروموترز. طيب يا سيدي ما من روح زايد بعد باثولوجيك هايبربليجيا، نعم بس احنا ذكرنا هايبربليجيا، خلنا نختصرها ما نروح تفاصيل. شو نقول؟ نقول لك اسمع ترى الهايبربليجيا قد تكون مرضية. طيب تقول لي انطيني مثال، اقول لك شوف احنا الرجال يوصل عمر معين وتبدي عنده تضخم، وين تضخم؟ بالبروستات،
هو اسمه تضخم البروستات. فأنت تقول التضخم صار تضخم بالخلايا لو بالعدد، يقول لك لا بالعدد، يعني هايبربليجيا هو اللي سبب تضخم البروستات. طيب كافي بعد ما يدروح تفاصيل. ماذا عن أتروفي؟ أتروفي ضمور، ضمور هاي احنا لاحظها هواية، لا سمح الله واحد تنكسر ايده، فشي يسوي مثلا ايده اليسرى انكسرت، يجبروها ويشدون ايده وين بلفاف الى رقبته حتى ما يحركها. ورا فترة بعد ما يقرر الطبيب يشيل الشيبس، تلاحظ انه تباوع يشوف الايد اليمنى مضخم اكثر، هذا حجم اكبر من اليسرى. ما اقول لك انت كل المدة ما مستخدمها فضمرت، ضمرت اليسرى. طيب كذلك يعني انت لو 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 تفكر حتى بالساق، يعني لا سمح الله تقول واحد ما يعني مضطر انه ما يستخدم رجله اليسرى بصورة طبيعية بينما يعتمد على اليمين، فتلاحظ راح يصير عنده ايش، راح يصير بالجهة اليسرى راح يكون عنده ضمور. وانا قال لك هاني سوي، انا مضطر لانه مثلا مصاب بجرح معين او بضرر معين استوجب انه يقلل من استخدام ذلك العضو، بصير بأتروفي. طيب يا سيدي بعد واي يعني واي عندنا امثلة، بس انا على هذا اتفاداها. ايضا يكون قد يكون فيزيولوجيك وقد يكون باثولوجيك. شوف تقولي فيزيولوجيك، ها سيدي انت قاعد تستخدمها ومنشطها طبعا، والله تكون طبيعية، هملتها ماكو شغل، يقول صار اتروفي خلاص ماكو عمل، ما قاعد تستخدمها. انتوا ليش تستغربون حتى من يعني حتى لما احنا نقول واحد يفكر، اقول لك اكو واحد مريح مرتاح لما تقول له فكر يقول اقول لك حرام عليك ليش تعبني تخليني. هذا فسلجي، وهو ما يريد يا اخي، هو حتى تفكير ما يريد، شغله ما يريد، على طول منوخ احنا نسميه باللغه العاميه، شيء طبيعي راح يصير اتروفي. طيب يا سيدي باثولوجيك، اقول لك هذه اكو حالات مرضيه تؤدي من مثلا ادت الى القطع بالاعصاب. هاي وين يشوفوها؟ شوفون واحد مثلا يقول انا عندي عرق النسا، تقول لي يا جانب 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 الايسر، لما تباوع العضلات رجله ضامره كلها ضامره، سبب منه؟ بسبب تضرر العصب الذي يغذي الجانب الايسر او الرجل اليسرى كلها. طيب اي حاجه ما تستخدمها يصير بي شنو، يصير بي اتروفي اي حاجه. طيب اذا بالاضافه لهذا الاستخدام المد العصبي، ضرر عصبي صار او ايش، تقول لي والله بلاد سبلاي، قلة ورود الدم، ها بعد لا ننسى موضوع التغذية. واحد هو ما عنده ياكل زين، فمن ما عنده ياكل زين شي طبيعي راح يصير عنده جسمه كله يكرمش. ماذا عن العمر؟ اقول لك انت كل ما تكبر بالعمر كل ما شي يصير، تلاحظ بانه الحجم مالك يتقلص. وين عندنا أمثلة عديدة على هاي، روح على سلايد 79، هذا أتروفي مال الدماغ يا ستار، يلا حتى تعرفون ماذا يحصل بالشخص اللي مريح لوجده يستخدم، ليش تعب روحه ماكو داعي. طيب يا سيدي شي طبيعي مرور الزمن راح يصير عنده إيش، يصير عنده أتروفي. نروح على سلايد 80 يشرح هاي الحالة،
اشرح يبين لك انه كيف ان انا الحالة الاولى هذا دماغ مع الواحد شاب وشوف النمو ماله شلون عظيم، بينما هنا الحالة بي على الجانب الاخر هذا واحد عمره 82 سنة، تقول لي والله حتى الأوعية الدموية مالته تحتاج واحد يسلك المجاري، دار السبات بيها 82 سنة، هسه أنت سوي لك تمد أنابيب ورا سنتين ثلاثة يصير بيها ترسبات، فكيف إذا هذه أنابيب صار لها 82 سنة؟ على كل حال ننتقل الآن، تقول لي وين نروح؟ أقول لك روح على سلايد 81، وسلايد 81 يتطرق إلى من ميتابليجيا، معناها صار تعويض بالخلايا التي فقدت أو تلفت، لكن التعويض شنو؟ مو بالنوع اللي كان موجود قبل عملية التعويض. أوضحها شلون؟ أقول لك لا سمح الله واحد صار قطع بالعضلات، وتقول لي هاي مصيبة، أقول لك ليش؟ انقصت العضلات، واحد بخنجر ضربه، سيف انضرب. طيب أقول لك هنا ايش راح يصير؟ هو راح يصير التئام، إذا نظيف، إذا ضبط الجرح وتغذية زينة وعلاج زين راح يلتئم الجرح، بس من يلتئم ما يلتئم بخلايا عضلية، يعني الخلايا العضلية ما ممكن أنها تنمو، لا ما تنمو، يعني ما أقصد تلتئم، عملية الالتئام ما تشمل الخلايا العضلية، لعد من ربط الطرفين مال الجرح أقول لك هي فايبروبلاست الياف، واضح؟ فإذا هذا هو صار تعويض، ولكن التعويض إيش؟ بخلايا مو من نفس النوع من الخلايا الأصلية، ولكن خلايا أخرى. وهنا بعد أروح على نطف الرأس، أنا تركوا 82 بي شوي شرح بي حجي وبي ما يعني إن شاء الله ما بيكون مدخنين، بس أذكر حالة واحدة الله يخليكم، هذه هاي التدخين. تقول لي أنا التدخين هو شنو؟ تقول إدخال مواد ضارة بذرات كربون، وين البطانة مالت منه؟ بطانة الأوعية الدموية، العفو بطانة المجاري التنفسية. فهنا ايش راح يصير؟ تقول لي الناتج ان الـ كانت البطانة سودو ستراتيفايد سيليتد كولمنار، لاحظ كانت البطانة خلايا كبيرة ونشطة وعالية، أصبحت ممسوحة وصارت سكويمس، معناها صار تعويض، ولكن إيش؟ تعويض بخلايا مغايرة. ونوقف من أنا ما أحب يعني أروح زيادة، هذا مثل هنا صورة، كصورة على هذا الحكي، هو سلايد 83. زين نوقف الله يخليكم هنا ونشوف. طيب أعزائي طلبة السنة الثالثة، نعود مرة أخرى إلى سلايد 83. الله يخليكم، بس لاحظوا القسم الأعلى من السلايد اللي هو تخطيطي، يبين لك كيف أن البطانة مالت القنوات التنفسية، البطانة مالتها خلايا ما شاء الله، خلايا عمودية وبها سيدية، وأنا مطمئن أنه أي حاجة راح تدخل أو تترسب بي على جدران المجاري التنفسية هاي السيلية راح تدفعها، تدفعها لي فوق، وبعدين أخلي لي قحة شوية قحة وتطلع الفضلات. وماذا سيحصل لو أنا تعرضت إلى ظروف غير طبيعية، مثلا أدخن،
أو أشتغل بمعمل بدخان وفضلات وأشياء كثيرة تؤذي المجاري التنفسية. أقول لك هذه راح تزعل من عليك، لاحظ بأن تبدي تتحول إلى خلايا تكون مفلطحة سكويمس، وبعدين مو من طبقة واحدة، عدة طبقات. يعني معناها احنا فقدنا الفائدة من وجود البطانة والخلايا هاي العمودية اللي بيها سيليا، فقدناها يعني معناها انه الجهاز التنفسي اصبح غير كفو. طيب يقول لي وهاي الفضلات اللي طب اقول لك هاي تطلع قبل قبل تروح الى الحويصلات، نعت الرئتين مالتك تلفت، راحت الرئتين يا ستار يستر الله. لاحظ الصورة جوا بي، هذه صورة ملونة من سلايد يبين لك كيف ماذا سيحصل. شوفوا الجانب الأيسر، هاي الخلايا الحلوة الطبيعية راحت دمرت، جت مكانها خلايا أخرى وعدة طبقات، والنتيجة أنه نحن سنعاني من تبعات ما حصل في المجال التنفسية، وراح تكون التبعات على مستوائي. هاي المصيبة، تبعات راح تكون على مستوى الحويصلات الهوائية اللي تنبيه تبادل الغازات اللي شرحتها أيضا. طيب الله يخليكم، أنا ما أحب أروح شوية زيادة، كنت أتمنى وجها لوجه ومحاضرة طبية بتفاصيل كثيرة. نروح على سلايد 84. سلايد 84 يتطرق إلى موضوع شيق. هو هل يعني أنت تسأل تقول ماذا حصل في الخلايا هذه؟ فهذا السلايد يجاوبنا، يقول لاحظوا ترى أنتوا لما تتكلمون على عمل خلايا هذا أكو بروغرام. أنت قاري وتعرف استخدام الكمبيوتر وتعرف كل عمل تقوم به بالكمبيوتر باللابتوب مالك، هو أكو بروغرام. طيب فعندنا نورمال بروغرام، ولكن ماذا يحصل؟ تقول لي لما تتعرض لظروف غير طبيعية يا ابني ترى حدير ريبروغرامينج، راح تعيد مواصفات البروغرام، يعني أصبح البروغرام الجديد راح يكون غير مناسب لللابتوب، غير مناسب للعمل اللي انت من اجله سويت بروغرام، وصار عندنا ريبروغرامينج للإبيثيليال سيلز وكذلك المن للميزنكايما. وطبعا هذا البروغرام يبدأ من الاستمسير من خلايا جزئية. خلايا جزئية كانت متعودة انه اكو بروغرام ياخذ بيدها ويبدأ يحول بيها الى ان توصل الى الخلايا اللي انت تحتاجها، بينما الان اصبح عندنا ريبروغرامينج يعني إعادة برمجة، وإعادة برمجة تكون سيئة. طيب سلايد 85 شوية خلونا نستعجل، يعني هذه يعني الموضوع هو شيق لكن ما زال يعني ما أحب بأن أحملكم مواد أنتوا بعد التخرج مو مالكم تذكروها، ولكن ما راح تروحون بيها بالتفاصيل كما هي الحال مع اللي مختص بالهيستوباثولوجي، ولذلك ناخذ مبادئ عامه عنها حتى يقولون من احنا انتم قريتوا لا قرينا ونعرف التعليج ده تحكي كل زين نعرف. لاحظوا هنا عندنا سلايد 85 يتكلم على انترا سيلولر اكوميليشن، يعني مو يجي واحد يتكشخ براسي ويقول لي انت الخلايا مال جسمك ترى محتمل
تصير بيها موليكيولز هي غير طبيعية. قال يا أخي أنا أعرفها ولا خليك يعني مثلا أنا كل شيء أعرف يا سيدي، أنه لو أنا أتكلمت على خلايا الكبد وتقول لي خلايا الكبد تجمع بيها دهون كثيرة، يقول ما نعرف يا سيدي، أعرف يعني أنا كصيدلي أفهم بين أكو حالة اسمها تجمع الكبد، تزداد الألياف وتزداد الدهون، هذه كل زين أعرفها. بعد مثلا يجي لك واحد يشتكي من الطبيب منطي وصفة وأنت من تقرأ هاي الوصفة يعني راح يجو تسأله تقول له أنت وين تشتغل؟ ليش؟ لأنه من الوصفة تعرف بأن هذا دي ينطي عقار يستخدم من قبل من تتجمع في خلايا جسم بالأخص الرئتين، يجمع الكربون، يجمع السيليكا، هذول خطية اللي يشتغلون بالمعامل الأزبست، هذول معرضين إلى هذا الشيء. فأنت يعني دليل على أنك أنت مو غافل، تعرفها أنه نعم أنه قد تتجمع في خلايا جسمنا موليكيولز هي بالحالة الطبيعية غير موجودة، إما غير موجودة نهائيا أو تكون موجودة بكميات قليلة. يعني أنا ما أقدر أقول خلايا الكبد ما بيها دهن، لا بيها دهون، لكن يا سيدي مو تروح جمعت لي كميات كبيرة بيها، لا أعرف بالكبد أكو ألياف أفهم، لكن مو بهالكمية هذه. كذلك لما أنت تتكلم تقول هالخلايا، يعني إحنا هسا لما أقول أنا ما عندي خلايا الجهاز التنفسي كربون، لا موجود كربون لكن مو بكميات كبيرة، تمام أنا ما أدخن ولا أنت تدخن صحيح، لا بس أقول لك الجو يعني أنت بالأخص المغرب الجماعة لما يبدون يحرقون يعني وين يروح سيارات اللي قاعد تمشي بالشارع، ولكن مو بحالة، مو إلى تلك الحالة التي تستوجب أن يراجع طبيب ويسوي فحوصات، وجيراننا جماعتنا ذولا جماعة تحيل مرضية يشتغلون وما إلى ذلك. تقول لا ما راح أوصل إلى هذه المرحلة، ولكن أنا كصيدلي أريد أكون على علم بما جرى. طيب يا سيدي، عندنا سلايد 86، هاي رسوم تخطيطية لهذا الحج اللي راح وما طالبكم به. أنت إذا استوعبت لي الإطار العام كلش كافي. طيب سلايد 87 هي عبارة عن توضيح لما السلايد 86 والرسمات اللي موجودة بي. أنا أيدكم تروحوا دي رأسا إلى الله يخليكم، تروحوا دي رأسا إلى الفقرة 4، هذه مهمة. شوفوا تقول لي طيب يا سيدي أنا جمعت أشياء داخل الخلايا مالتي، زين يعني هاي الخلايا ما بيها إنزيمات بحيث تحلل هاي الأشياء التي دخلت، الأشياء غير طبيعية التي دخلت إلى الخلايا؟ فأنا أقول لك لا والله ما تقدر، يعني ما عندنا تلك الإنزيمات التي تحلل هذه المواد. يعني أنت عندك هرمون بيجمنت من الجو تجمع دخل الجو، ما أنت شو يعني شو تقول لي ماكو فد هيدروليتك إنزيم يقدر يحللها؟ أقول لك لا سامحني والله ماكو، ما موجود. فإذا ما هو الشيء اللي أنا أتوقع؟ أقول لك راح تبقى مجمع. فما الفقرة 4 جدا واضحة، الله يخليكم استوعبوها زين، وهي بسيطة. هنا لما أروح على سلايد 88 أقول لك هذا دي ناقش موضوع تجمع الدهون. هنا المشكلة تقول لي تجمع الدهون، هل فقط يا دكتور تعطيتنا فقط مثال على الكبد؟ إيه أقول لك أنا أعطيتك كمثال بس أكو أمثلة أخرى،
أعطيتك مثال على الكبد ليش يا مدنشوب الجماعة ذولا يلزمون سرة وين يا بلازمين سرة عليه يجوي لازمين سرة هذا يجوز كربلاء ماكو لكن موجودة مدن أخرى تعظم وين المغرب فالسرة طويل ما شاء الله مؤدبين مرتبين يلزمون سرة ويشترون الكحول من بيرة ومن ويسكي ومن وما إلى ذلك كل هذا على كل حال هذا يعني بخلاف واحنا ناخذ الجانب الصحي ما علينا بامور اخرى الله يخليكم الجانب الصحي فنقول بان هذا سيؤدي الى من تجمع الدهون في خلايا الكبد اكو بعض الدراجز نقرا الليفلت اكو مواد سامه يعني قد نتعرض اليها وتؤدي وين تؤذي خلايا الكبد وتؤدي الى من الى تجمع الدهون. بعد لاحظ الفقرة الثانية بهذا السلايد 88 هم رجعنا على الكوليسترول. إما أقول لك العالم كله دي يتكلم على الكوليسترول تصلب الشرايين زين وبعد أكو عندنا يعني حالات عديدة يعني حتى بالجول بلادر حتى بالمرارة هم أكو عندنا حالة تجمع الكوليسترول لاحظتوا. فتقول لي انا هذه افكر بيه بين هل الكوليسترول يتجمع نعم يتجمع بمواقع عديده بالجسم واحنا وين اللي تهمنا تقول لي هذا تصلب الشرايين مع تقدم العمر لاحظ هذا يصير وبعد اللي ياكل دهون زايد واللي حركه قليله واحنا دنعيش يعني دنعيش ظروف الله يساعد الجميع الله يساعد الجميع على كل حال ما راح أقول لك تعال ناقشتي الموضوع لكنه أنا قد أسألك سؤال قد أسألك أقول لك accumulation of cholesterol may result in atherosclerosis تقول لي نعم هذا صحيح تصلب الشرايين قد ينتج من تجمع الكوليسترول بكميات كبيرة ويبدي يترسب ويترسب كوليسترول مكانات عديدة بس احنا مكلبينها مع تصلب الشرايين. طيب سلايد 89 وهنا دي يتكلم على التغيرات الدهنية هل يعني اكو عندنا واحد ما شاء الله تقول علي رشيق ولا خلاه والله مجمع دهون وبالأخص في منطقة وين نعرفها كل زين أنه منطقة البطن وشوف عندك كرش ما شاء الله زين قولي هذه أومنتم ينعم الأومنتم مجمع هذا مجمع دهون هواية الكبد مجمع دهون هواية وعندنا الحمد لله عندنا صارت قليلة الناس وين الساعة تقولي حائر بروحها شو يدبرها من 1 إلى 30 بالشهر وكثير من يعني الغالبية أنا كاتب لكم بالفقرة الأخيرة على الكهول أبيوز ترى هذه مصيبة المجتمعات الصناعية عندهم فلوس وعندهم بارات وعندهم مولات وعندهم يعني لما تقول احنا المول بالمول اكو مطعم بالمطعم كل شيء يقدم وذولا الله منطي يعني تقول احنا الحمد لله والشكر شيء ما عندنا يعني سوى مو نهائيا ولكن ايش نقول ان شاء الله بمرور الزمن هاي الظاهرة تختفي ونعود الى الطريق القويم وبعونه تعالى نوقف هنا ونروح بعدين إلى استراحة وارجع لكم مرة ثانية نعود ونذهب إلى سلايد 90 سلايد رقم 90 اللي ما زال يتطرق إلى موضوع الدهون تقول ليش دكتور نتركز عليه ثاني راح أجيكم ليش لاحظوا انتوا كلكم سامعين
مع الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين. تدكم اياها بسنه ثانيه. واللو دنسيتي لايبوبروتينز والانترميديت دنسيتي والهاي دنسيتي لايبوبروتينز تدكم اياها. طبعا الان انتم راح تعرفون بان هاي مصدرها خلايا الكبد. فإذا عندما تتجمع الدهون بالكبد بخلايا الكبد مو معناه خلايا الكبد تقعد ساكتة، تحاول قدر الإمكان أن تتخلص من هاي الدهون. فشو تسوي؟ عن طريق البروتينات اللي هي تخلقها، وأنه راح تقدر أنه تربط البروتين مع الدهون وتقول لي يلا عيني أطلع، الله يخليك أطلع روح. فمن اللي يكشفنا؟ يكشفنا أبو التحليلات المرضية، راح ينطينا يقول شو باعوا، انتو عندكم الامور تسير بصوره طبيعيه، لو عندكم خطا من تركيز الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين. واحنا طبعا شو نقول، هذا الفيري لو دنسيتي خطر، هذا لانه انواعم يروح يتغلغل يروح يسوي لنا مشاكل. فالفيري لو دنسيتي لايبوبروتين هذا احنا نسميه على طول نقول عليه بين هذا العدو مريدة، هذا مؤذي. Very low density lipoprotein، low density lipoproteins. طيب تقول لي أكو عندنا lipoprotein صديق، أقول لك هو الhigh density lipoprotein. يعني إحنا لا ننسى بأنه يعني مو عادي الدهون بصورة عامة، لا خليكم غلط هذا. لأنه لا ننسى بأن إحنا عندما نتكلم على تخليق البروتين، على تخليق الهرمونات الستيرويدية، انت راح تستخدم الهاي دنسيتي لايبوبروتينز، ما بيش صديقة هذه. فانت تاخذ الدهون وبالاخص الكوليسترول الموجود بيها، واخذ الكوليسترول وابدي صنع الهرمونات. طيب انت هنا شو تقول لي؟ تقول لي يعني أنا عندما أتكلم على الأضرار التي تسببها مثلا الكحول، الكربون تتركلورايد، بعض العقاقير، قلة الأكسجين اللي تصل إلى الخلايا، تقول لي هاي تراكمية. نعم، والنتيجة إيش؟ أقول لك النتيجة يا سيدي، انت راح تؤذي سموث اندوبلازميك ريتيكولم على مستوى الخليه. يعني من واحد يحكي وياك على كحول وعلى كربون تتركلورايد، اريد تخلي لي قدام، تخلي الصوره امام عينك، تخلي الصوره مع الخليه وتطب داخل الخليه وتروح على السموث اندوبلازميك ريتيكولم، تلقي خطيه دا يمشي ودا يشكى ويقول ذوله ما يخلوني اشتغل، والنتيجة ايش؟ النتيجة هاي الاعراض المرضية. واضح؟ ما يقدر اروح تفاصيل وياكم، هذا كافي. تقول لي انا شي طبيعي، خلي تجمع دهون، بس اكو عندي آلية تخلص منها. اقول لك نعم عندك آلية، اربطها بروتينات وطلعها. زين؟ فتقول لي اجتنا هاي المصطلحات مال الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين والى ان نوصل الى الهاي دنسيتي لايبوبروتين. الله يخليكم، هذه لا تنسوها، انا هنا انا كاتب لكم اياها بجمله بسيطه، جمل بسيطه قصيره كلش واضحه. والصوره هسه راح اشوف الصوره، وين تقول لي راويني اياها الصوره، راح اراويك صوره 91 سلايد 91. الله يخليكم، سلايد 91 لكل نظرة عالية. بع الدهون شوف ترايغليسرايد كومبيليشن مجمعة، هاي ترايغليسرايد مجمعة. ما راح قبل راح أقول لك شرح للصورة، لو رسم للصورة لا، بس هذه تساعدك على استيعاب الكلام اللي اتطرقنا له قبل شوي. طيب يا سيدي، وعندنا سلايد 92 شرح بالهذي التفاصيل التي تحصل وين داخل خلايا الكبد. ما طالبكم بها ارجع، لكنه شيء حتمي بالدروس العمليه. شفتوا السلايد هذا شيء حتمي،
هذه استاذه العملي راح اطالبكم بهذا الكلام. طيب ماذا عن البروتينز؟ هل تتجمع البروتينات بالخلايا وتكون شيء طبيعي؟ انا عندي بروتين سينثيسيس انا وياك، انا ما قلت لك لا، ولكن لكل بروجرام طبيعي اكو بروجرام غير طبيعي. طيب يا سيدي تقول لي انا هنا شنو مركز على من؟ مركز على الكليتين. خلايا المبطنة الرينال تيوبيولز يا سيدي عندها إمكانية أنها تمتص تعيد، ومو كل شيء رشحة بالجلوميرولوس انطلع بالبول خسرنا، لا عاد كل شيء خسرنا. من جملة الأشياء التي يعاد امتصاصها منه هي البروتينات، فإي ما بيه شيء، أنا أمتص البروتينات لكن المفروض بيه يسوي بعدين أحللها وأطلعها، تروح تطلع تروح يعاد استخدامها. أحيانا لا، هذا الشيء ما يحصل، فإيش راح يصير؟ تقول لي راح تتجمع من؟ تتجمع البروتينات بالخلايا المبطنة للرينال تيوبيولز. بعد هذه البروتينات لها مواصفات معينة، هذا الكلام أبو البايوكيمستري يحكي وبالفيزيولوجي يحكينا، قلنا يا جماعة ترى البروتينات حتى إلها شكل جيومتري، يعني شكل هندسي، فأي شيء يتغير بيها، ومو موضوع تسلسل الحوامض الأمينية بس، حتى شكلها يا سيدي هي تمام بيها طيات، احنا هاي على طول فولدنج ما فولدنج نعرفها، لكن هل الفولدنج انه راح يكون غير طبيعي؟ اي نعم، يعني اعرف عندي سلاسل من الامينو اسيدز وماخذ شكل هندسي، هل يختلف هذا الشيء؟ اي نعم يختلف، مثل ما تختلف تسلسل الحوامض الامينية. وبعدين راح أقول على البروتين هذا غير طبيعي، أنا نفس الشيء حتى شكل الهندسي ماله يدخل. طيب نروح على سلايد 94، هذا الحكي اللي حكيناه قبل شوية رينال تيوبيول، هذا الابيثيليال سيلز لاحظوا متجمع بيها بروتينات غير مرغوب بأنها تبقى لمدة طويلة فيها. ماذا عن الجلايكوجين؟ سلايد 95، وانا تقولي نفس العملية يا سيدي، هاي نفس الشغلة، انه قد يكون شنو الجلايكوجين شي طبيعي، خلايا الكبد تصنع الجلايكوجين. تذكرون استاذ البايوكيمستري قالكم احنا دي نطي فلوس ونشتري حلويات الشكرشي، طيب ودا نستخدم الجلوكوز بعدين، طيب الجلوكوز اكو راح اوصل مرحلة ما احتاج بعد، ما احتاج اروح ادخل بالكليب سايكل وما الى ذلك، ما احتاج اخذت كفايتي زين، وهذا الجلوكوز وين اطلع ويا البول اطلع؟ تقول لا معود ابع بفلوس. طيب ما هو الحل؟ خزنة عاجق لايكوجين، لكن عملية الخزن أيضا تخضع لشروط، أكو خزن يا الله خليك أخزن جلايكوجين مو بس بخلايا الكبد، حتى بعضلات بالعضلات الهيكلية ممكن أخزن جلايكوجين، لكنه بالقاعدة أنت مو خزن وتجيب تعبي يا سيدي، هم إلى شوية حدود معينة، ترى وراها من يزداد إذا زادت راح يسمى مرض جلايكوجين ستور ديزيز، ما مرغوب هذا. فأنت من الآن خلي في بالك أي عملية داخل الجسم داخل الخلايا يا سيدي إلى حدود، وإحنا نعرف كل زينك وعندنا أمثلة حلوة لاحظة تطبق هنا بالباثوفيزيولوجي، كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، هو كان حده نافع زاد عن حدوده صار مضر صار مرض زين،
واحنا تقول لي عمي انا يجينا ابو الاسترجي يقول لي تعالوا انا عندي 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 صبغه معينه تشبه لكم هذه. ونقول يا ابا نشكرك وراح نشوف السلايد مالك. لكن دكتور عبد الوهاب قال هذا ما طالبكم به. طبعا ما طالبك به. وانا ديبين التجمعات هذه واستخدم الاستين بارك الله بي. نقدم شكر وتقدير لابو الاسترجي. قل ابا نشكرك بس سامحنا مال نرسم السلايد مالك بالامتحان هذا موارد. لكن ناخذ فكره شوف صاير بيها خلايا الكبد. نروح على 96 97 هذه سلايدات بيها صور. نروح على سلايد 98 وماذا عن البيجمنت. قبل شوي يعني حكينا على الصبغ هاي اميره تبقى. حكينا على الكربون بالرئتين تذكرون قلنا يجمع وين يروح يجمع بالرئتين. ليش تقولي لي أنا ما أقدر أتخلص منه؟ كان عندي خلايا سيليتد سيلز موجودة مجال التنفسي بس هاي انتهت. فقبل تطلع شكو عندك من الهواء شحمل قبل يروح لي وين؟ يروح إلى الحويصلات الهوائية ومنها بعدين يعبر لي وين يروح؟ يروح إلى نسيج الرئتين. طيب يا سيدي بعد أقول لك الجماعة اللي يسوون وشم زين هذا اللي يدق تاتو يعني حتى الآن محلات التجميل ويستخدم أيضا فيها صبغة يستخدموها. تقول لي طيب والنتيجة هل أقدر أشيلها؟ أقول لك لا بالمشمش راح تبقى راح تبقى وين؟ بالخلايا المولدة بالجلد فتبقى ما تقدر تزيلها إلا نعرف أنه أكو عم هذا استخدام عندي يستخدمون الليزر ويكشطوها وعلاجها. تقول لي حتى التاتو الوشم مدقدق. إحنا نشوف نسوان قبل بيبياتنا ماكو وحدة ما سيدة أنت تشوفون إذا بيبياتكم كبيرة بالعمر بيبيتي الله يرحمها كانت الدق عند الدقات كل اللي يعني كل نسوان قبل مو نسوان سام هي بيبية وما شاء الله يعني بعده يعني بشبابها ونظارتها وما حد يستخدم التاتو مثل أيام زمان. قبل يدقون بالفوق الأنف ويدقدقون على الخشم ويدقدقون يعني ما مخليهم مكان ما يدقدقون. طيب اعتبروه من 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 الجماليات. كل واحد على كل حال كل جيل وإلى مبادئ وإلى قيمة. شو هنا التجمع هاي الصبغة مال التاتو مال الوشم. هنا أيضا سلايد رقم 99 رقم 100 نفس الحالة. والروح 101 ما طالبكم بيقول يلا خليكم لا تخافون. بعد تقول لي أكو عندنا صبغ أخرى داخلية. أنت تحكي عن الخارجية. تاي نعم أقول لك أعرف عندي لايبوفوكسين وعندي بعد منه وعندي ميلانين وعندي هيموسيدرين هاي صبغات أنا وياك. طيب هل تتجمع؟ نعم أيضا تتجمع ما بيشل. والنتيجة إيش؟ أنه من الروح على سلايد 103 دي يركز على اللايبوفوكسين. إيه اللايبوفوكسين I'm sorry results from free radical peroxidation of membrane lipids. فهنا أنا شنو صار peroxidation. ليش peroxidation؟ قلنا أكو عندي free radicals وأنا أكو عندي وبالأخص بالممبرينز أكو عندي دهون والنتيجة إيش حتصير؟ راح يصير peroxidation. طيب يا سيدي peroxidation ماذا سيحصل بي؟ أقول لك هذا أولا يعطيني فد لون لاحظته. بعدين القضية لو هي على الجلد راح نشوفها ولكن لاحظ أنه قد تحصل وين؟ تحصل بالمايوكارديال سيلز وتحصل بالهيباتوسايتس
وتحصل يعني بخلايا الكبد وتحصل حتى بالخلايا العصبية. إذن هاي الصبغ يا سيدي، هذا صبغة اللايبوبوسين. هل لايبوبوسين هل ممكن يترسب بالجلد؟ نعم يترسب. وين يترسب؟ أنا أقول لك كل ممبرين، أي ممبرين راح يصير عندنا هذا موجود. تقول لي معطيني أورغنز اللي غير الجلد، هذا أشوفه بعيني، أعطيني حاجة داخلية. فأنا كاتب لك أقول لك مثلا عندنا بالمايوكارديال سيلز، عندنا بالخلايا الكبد، وعندنا أيضا حتى بالخلايا العصبية. دليل على ذلك عندنا سلايد رقم 104 حتى تصدقون، الله يخليكم. هذه بخلايا الكبد، بخلايا القلب، بالكارديك سيلز، لاحظوا بالمايوكارديوم هاي 104. نروح وين؟ نروح المرة وين؟ على الميلانين. ميلانين وين؟ تقول لي هاي صبغة، أنا وياك. هل تتجمع؟ نعم، وبالأخص بالممبرينز. وين؟ وإحنا كنا نسمع تأثير الشمس على تخليق الميلانين، وعندنا حالة نسميها ميلانوما، يعني زيادة عدد ونوع من السرطان، سرطان الجلد بالأخص بالجلد. أنا تقول ما عندنا يعني هاي وين موجودة؟ هاي تلاحظوها بالدول الساحلية، بدول متقدمة اللي عنده وقت يروح والله هم يسبح بالبحر وهم يتعرض للشمس. احنا ما عندنا وقت، الله خليكم. اريد نمتحن المتيرم ونخلص من عنده. ما ادري شو وقت راح يحدد قريب ان شاء الله متيرم اكزامز. زين، فلاحظ هنا مطينا سلايد رقم 106، هذا كمثال على تجمع الميلانين بخلية من ميلانوما. ميلانوما هاي مرات يعني تكون تجمع الصبغة لاحظها بكبار السن، كبار السن موجودة، تلاحظها عنده بقع مليانة ميلانين لكن ما متحولة إلى خلايا سرطانية. طيب يا سيدي خلي نشوف سلايد 102 107. سلايد 107 دي طرق المن إلى الهيموسيدرين. إحنا كل زين نعرف بأنه الهيموغلوبين أنه يتحول بعدين إلى من؟ إلى هيموسيدرين. لكن شو تقول؟ تقول هل ممكن أن يتجمع؟ إيه نعم ممكن يتجمع. ولاحظ وين يتجمع؟ أقول لك والله في الماكروفيجز، لاحظ وين أنه يتجمع فيها هيموسيدرين، وأيضا هو غير مرغوب به. طيب نروح على سلايد 108 ينطيني 108 ينطيني كم شريحة للهيموسيدرين. وين مجمع؟ بالليبر سيلز، هو هذا الكبد ما يخلي. طبعا لما يجي هيموسيدرين يمر بالكبد، خلايا الكبد هي مهمتها شنو؟ أنه تحمينا. همزين هي خطية تعاني، فأول من هيموسيدرين جرانيوز يدخل من هي خلايا الكبد. طيب يا سيدي هاي هنا 108 سلايد 108 109، هاي كلها أمثلة علما إلى تجمعات في خلايا الكبد. زين هنا تقول لي هل ممكن هيموسيدرين إذا جمع خلايا أخرى؟ إحنا ما قلنا لا. هذا هنا سلايد، شوفوا سلايد رقم 110، تقول لي هذا هنا دي أشي على رينال تيوبيول. رينال تيوب قلنا بطانة النبيبات الكلوية عدم عدا قابلة أنها تمتص، تلتهم، امتصت، أخذت أقلية، تجمع عندها هيموسيدرين. طيب بعد 111 وتقول لي هذا وين؟ أنا أقول لك مرة ثانية هذا هيموسيدرين مجمع بالكبد. فهذه ما أطالبكم بها، هاي السلايدات الله يخليكم، بس أخذوا فكرة عنها ونوقف هنا
عند سلايد 111. طيب أعزائي، إن شاء الله على وشك نكمل هاي السلايدات، وبعونه تعالى تستوعبون ما يجب استيعابه وما تنسوا إن شاء الله. احنا هسه بسلايد 112 حلو، يتكلم على ترسبات الكالسيوم. شوفوا هذه كل احنا دا نمشي الى نهاية السلايدات، وبالواقع دا نمشي الى نهاية الخلية. الخلية راح تعجز بعد، هي بدأت تعجز من بدأت هالمشاكل، معناها عجزت وقربت نهايتها. فمئة واثناعش يتكلم على منه، يتكلم على ترسبات الكالسيوم. تقول لي طبيعي الكالسيوم موجود، أنا ما ممكن أستغني عن الكالسيوم، لا يمكن. لكن ماذا يحصل مع العمر أو حصول أضرار في أنسجة معينة، مثلا في حالات الكبد، في حالات القلب قد تصير هنالك أضرار، ونعرف وعدها من عدها اللي هو جرطة. فالمكان اللي بيجرطة راح يصير بيه ترسبات كالسيوم، ما بيشك. فيكون إذا تلمسه يعني حتى ممكن باليد شوفه شوية صلب، المكان صلب، وهذا حتى بريتين هم يصير ترسبات كالسيوم. طيب إذن أنا هذه أخليها في بالي، لما تقول لي أنا كصيدلي لي قدام جوابك أقول لك أنت من صار ترسبات بالكالسيوم يعني راح يكون دورك جدا محدود، يعني التدخل العقاري أو العلاجي عن طريق الأدوية معكم. مثلا راح أعطيكم مثال، شوف سلايد 113 دي يتكلم على ترسبات كالسيوم وين بصمامات القلب، هاي يصير نروح للهند ونفحص، وقالوا لنا تعودكم والله تحتاجون تغيير صمامات، ويقعد يشرح لنا. ايوه مش ينفع الشرح، يحكي لك قال لك شلون اكو عندك هنا الصلبات واصبحت لا تقوم بواجباتها خير قيام، تقول الصمام المفروض ينفتح وينغلق. اقول لك لا والله سامحني، هو مو ينفتح مغلق، لكن ما ينغلق مثل السابق لا، لأن صاير بي إيش، صار بي نوع من التصلب، فما هذا ما ينغلق بصورة تامة وتصوص عندك مشاكل. وقال له ما هو الحل؟ فالهندي شي جاوبنا يقول الحل عندي موجود، أغير لكم صمام، يضع لنا صمامات صناعية. طيب أريد نروح ننتخب أخوان بصور أخواننا الهنود، نشوف سلايد 114 هذا وين؟ قل لي أنا عندي ترسبات كالسيوم في جدار المعدة. أي ماشي، هو أي نسيج متوقع يصير ترسبت كميات كبيرة من الكالسيوم بالمعدة. طيب سلايد 115 يقول لك شوف ترى انت انا اعطيتك امثله هنا وهنا، لكن الله يخليك ترى هذه مو انت مكلب لي بس تقول لي اعطيتني مثال بالرئتين ومثال بالقلب وقلت لي هذا صمامات القلب، لا ما وقفنا هنا، لا الله يخليكم. ترى هو ميتاستاتيك تعني واسع الانتشار، ينتقل، موجود بعدة أماكن، مو مكانين أو ثلاثة، كل المغرب. شو مطيك وين؟ يقول لك يا سيدي ممكن نشوفه بالكليتين، باللانك كارديك مصل and any soft tissue. هسه قبل شوية قلت لك حتى بالمعدة. هذه من المشاكل اللي تحصل غالبا ما تكون في نهاية العمر، الخلية قربت تودع. فاحنا ننتقل من سلايد 116 اللي هو هنا ينطيني مثال على التكلسات اللي موجودة، ترسبات الكالسيوم
الرئتين، نروح على هذا من سلايد 116، سلايد 117 بدأ يواجهنا بالحقيقة. قول يا جماعة ترى أنتوا المفروض تقتنعون بأن الخلية قربت أن تودع، والسلايدات قربت أن يخلصن، وشوية يعني نأخذها بالراحة. فأقول لك الخلية يا سيدي، أنت مؤمن بحاجة أنه أي شيء يستخدم يصيب ضرر. فأنت لما تقول هل الدي ان اي يستخدم؟ نعم يستنسخ، يستخدم الدي ان اي يستخدم. طيب يعطيني هو المعلومات أنا أخذها من عنده لأي شيء داخل الخلية، سواء تركيب له وظيفة، ماشي ماشي أنا وياك. إذن أكو دمج، نعم يحصل ضرر، هل ممكن إصلاحه؟ والله دا أقول لك إذا الخلية مالتك نشطة وأنت بعدك شباب طبعا تقدر، الدي إن إيه ممكن ممكن أصلح، لكنه إحنا لما نقول وصلنا إلى نهاية العمر تتجمع الأخطاء، تتجمع الأضرار اللي عندنا وين بالدي إن إيه، إيه على الخير. فأنت هنا شو تقول؟ تقول هل معنى ذلك أن الخلية ستكون قادرة على الانقسام؟ لا أقول لك لا طبعا لا. أنت لما يعني مو مثل سابقا، يعني سابقا أنت خلايا تضرر تعوضها، ما عندك شباب، هاي خلية كبرت ما تقدر. بالإضافة إلى ذلك هذه الشيء اللي إحنا ما ننسى، بأن أنت بمرور الزمن بمرور العمل فضلات تترسب تتجمع الفضلات، تقدر تخلص منها. أقول لك هسه احنا خلينا نشوف المدن مالتنا، يوم ورا يوم تقول لي زود الفضلات، والله طبعا زود. تقول لي زين مو أكو عندي مواقع للتخلص من الفضلات، وأقول لك يا سيدي أصبحت هاي المواقع غير قادرة على أن تخلصك من جميع الفضلات، ما يقدر تتخلص من فضلات نوع معين، تطلع لك فضلات أنواع أخرى. ما شاء الله إحنا كل شيء عندنا هي فضلات فقط، إلا لازم نشوف كيس وعلاقة ومعقودة وبيها، لا 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 لا، حتى الغازية كوشاء لا نراها فضلات موجودة، واي كوشاء حتى لما تكلم على الإشعاع فضلاتها. طيب يا سيدي هنا اجى عندنا ماذا يحصل للكروموسوم؟ انت تقول لي تعيش دكتور على الدي ان اي، الدي ان اي وين موجود؟ اقول لك على الكروموسومات. زين شو تبعت لنا على الكروموسومات؟ ما تتضرر؟ يقول لك بعدنا احنا ما خلصنا المحاضرات. يا سيدي اذا يمك قلم تلاحظ ان كل كلام اكو عنده شنو؟ اكو عنده كاب تغطيه، ماشي. الدي ان الكروموسومات اكو عنده غطاءين، تقولي موجوده يعني عندي بعض الكلام منها مثلا ازرق ومنها احمر، والسينيال بيهن شنو؟ بيهن كاب يعني بيهن غطاء، ماشي على الخير وعلى البركه. اذا قدامك هكذا قلم والله خليه قدامك، ترى هذا كروموسوم، كروموسوم مغطى منا ومغطى منا، الغطى ماله اسميه تيلومير، تيلومير غطى. القاعدة انه بمرور الزمن بمرور الانقسامات هذا التيلومير يقل، يعني الراس يصير شنو؟ يبدي يضمحل مرور الزمن. تقول شيء طبيعي يعني شنو تبقى الخلية باقية مكلبة بينا؟ لا طبعا راح توصل مرحلة أنه إيش؟ أنه الكروموسومات اللي هي الأساس، لأن الـ DNA قاعد عليها أساسات الحياة هناك. فنشوف الكاب هاي الروس اللي تحميها تبدي تضمحل. لاحظوا هاي وراها قصة، هذول الذين يطمحون بأن يعيشوا لمدة طويلة اجوا بعض الباحثين قالوا لهم يابا ترى هاي في حالة السرطان الخلية تبقى مدة طويلة
تبقى تنقسم ونشطه. والسر وين؟ أن هذا التنمر يتجدد، يبقى لمدة طويلة. فطونا فلوس نشتغل لكم على بحوث كيف نبقي التنمر مال الكروموسومات مدة طويلة حتى تكون عايشين مدة طويلة. انطوا فلوس اشتغلوا، تلقوا نعم اكو انزيم اسمه تيلوميريز. التيلوميريز هذا شي يسوي؟ تيلوميريز يقاوم ايش؟ يقاوم اضمحلال التيلومير، يعني يحاول يبقيه لمدة طويلة ويجدده. ماشي، هذا الكلام وين؟ تلميح الى بسلايد 117. اروح على سلايد 118، يعطينا كل الاليات اللي حكيناها قبل شوية. وصلنا لوين؟ وصلنا إلى خلية كبيرة بالعمر. ماشي، هاي من سلايد 118. طيب سلايد 119، سلايد 119 أرجع شوية كاتب لكم منو من العلماء اللي فكروا بيش بأنه يجددون التلمر. هي دكتورة بلاكبيرن، هي والطالبة مالتها، وما أحب أدوخ راسكم. أنا كنت في جامعة اسمها الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. هذه أنا يعني كل فتى أنه أدعيها كأستاذة زائرة، ما قبلت تجي، خايفة من ظروف في ليبيا. هذه عام زمان، هاي ما قبلت تجي، سبعد أتحس ولا واحد يفكر بين يكتب لها. طبعا اعتذرت، حتى الطالبة مالتها غريدر ايضا اعتذرت، واكو بحث اخر في جامعه اخرى كان يشتغل على نفس الموضوع. هم تعرفون ذولا بيناتهم يتعاونون، يعني مو موضوع يصير بيناتهم واحد يحاول يسخف عمل الاخ، لا، تعاونوا بيناتهم ووصلوا الى الحقيقه. وبال 2009 اخذوا نوبل برايز ثلاثتهم، الاستاذه والطالبه وطالبتها مع منو؟ مع استاذ اخر، والحمد لله والشكر. فهذه لا تنسوها، أنه إحنا نقدر عن طريق التلوميريز نطيل من عمر التلومير، معناها تبقى الكروموسومات نشطة، وقد نسبب بقاء إيش؟ بقاء الـ 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 يعني الكائن الحي يطول عمره، والأعمار بيد الله. طبعا هاي الفكرة مين جتهم؟ هم راقبوا الخلايا السرطانية، لاحظوا الخلايا السرطانية. شو لاحظ بالخلايا السرطانية؟ يكون التلومير يبقى لمدة طويلة، معناها عندها تلوميريز نشط. شوفوا، راح نروح على آخر سلايد، هو سلايد 120. لاحظوا سلايد 120، لاحظوا جوا كاتب لكم نورمال سيل، وهذا مخطط، ما طالبكم بيلا خليكم، بس انتبهوا عليه. نورمال سيل، كل نورمال سيل تسير إلى وين؟ تتجه إلى أن تنتهي يا أخي، بالأخير راح تخلص. ماشي أنا وياك، تنتهي، لكنه في مرحلة ما صار بها سرطان، هاي الخلية تسرطنت. وأقول لك التلومير راح يبقى، التلومير يكون نشط يبقي التلومير، فلاحظ الخلية راح تبقى لمدة طويلة. نعم، وقد تبقى مدة طويلة بمكانها، وقد تنتقل إلى مكانات أخرى. زين، ماذا عن الجيرم سيل؟ تقول لي الجيرم سيل مدام هي نشطة وفعالة، فتلاحظ بقاها ضروري، لأن هي اللي راح تنطيني خلايا استم سيل، خلايا جذعية. والخلايا الجذعية شو تسوي؟ تنطيني الخلايا الاعتيادية. لكن خلايا جذعية هم أنا مرور الزمن شو يصير؟ شوفوا، هي جيرم سيل صارت استم سيل، استم سيل، استم سيل ما تبقى دائمية، صحيح تطاول شوية تقاوم، لكن بعدين هم بالنهاية تنتهي. الستم سيل شنطتني؟ انطتني النورمال سيلز. النورمال سيلز تقول لي هذه عمرها؟ لا والله، هذه عمرها قصير، إلا إذا أصيبت بالسرطان. هي حلوة، خوش نهاية، ننتهي بسلايد 120. ولا تخافون، ما أريد، يعني أريدكم معنويات عالية، والمعلومات اللي والله هي إذا شوية تفكرون بها معلومات لن تنسوها. وحتى لما راح تجون بعدين، لما راح تجون على التوكسيكولوجي،
راح يشوفون. تذكرون هاي الأشياء اللي إحنا ذكرناها لما تطبون بالفارماكولوجي والتفرعاتها، راح تلاحظون نفسكم أنتم بحاجة إلى أن تتذكرون. ولما توقف بالصيدلية هم تتذكر هذا الحكي وترحموا علي الله يخليكم. زين يا أبا، إلى اللقاء، إلى اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم إن شاء الله.